عدد من النقرات ويطبع هذا الفنان تصميمه. تخطت التكنولوجيا زمن الرسم على الورق، فمن هذه الآلة يخرج تمثال من البلاستيك ثلاثي الأبعاد. إننا لسنا أمام فيلم من الخيال العلمي، وإنما في نيويورك عند صانع لآلات طباعة بثلاثة أبعاد. إنها أشبه بالرسم بمسدس الغراء، وبعد الانتهاء من رسم الشكل نعلو قليلاً ونرسم شكلاً آخر. تماثيل صغيرة ألعاب يتم تركيبها وأخرى أكثر تطوراً. هذه الأشياء تمت طباعتها ثلاثية الأبعاد. إنها تكنولوجيا نشأت في الثمانينات وبقيت محصورة بالمتخصصين. عندما كان المعماريون الأوائل يبنون الكاتدرائيات كانوا محصورين بفن العمارة، لم يكن بمقدورهم إلا وضع حجر فوق حجر، وهذا هو مفهوم آلات الطباعة لدينا. لا يتجاوز حجم القطعة المطبوعة 15 سنتيمتراً، أي حجم كوب قهوة كبير. وبالنسبة للمؤسس فإن هذه الآلة يمكن أن تحدث ثورة في طريقة الاستهلاك. عندما نريد شيئاً نقول من أين سنشتريه، ولكن مع آلة الطباعة هذه نقول لماذا لا نصنعه نحن؟ كل شكل يحدد بمجموعة إحداثيات متوافرة مجاناً على الإنترنت، ولكن هذا الوضع لا يجوز أن يستمر إذا ما اكتسبت هذه الآلة شعبية واسعة. إذا خضع غرض مما تنتجونه إلى الملكية الفردية وكان شيئاً فنياً أو ما شابه، فلا يجوز أن تعيدوا إنتاجه فقط بواسطة الطباعة الثلاثية الأبعاد. تكنولوجيا الأبعاد الثلاثة إلى عالم الطباعة، ومقابل 1300 دولار يمكن أن تشكل هذه الآلة الهدية الأجمل لعيد الميلاد.